دكتور هشام، هل تنتهي السوق الموازي؟ وهل يمكن اصلا ان احنا خلال ساعات من بعد القرار ان احنا نطلع كلام بالشكل نقول انتهت السوق الموازيه، ولا فكره العرض والطلب هتلعب دور؟ وفكره التحرير دي او التعويم يعني انت سميتيها ايه؟ يعني التحرير المرن بتؤدي بشكل او باخر ان كل بنك يسعر زي ما هو عايز، ولا في النهايه هيبقى الموضوع له رابط او مرجعي له مرجعيه؟ طب موضوع السوق الموازيه فيه امرين، في التداول وتصنعه ده تقريبا انتهى، لكن هيظل التحدي الاهم مش معلش ليه حضرتك بتقول كده؟ يعني عملا ليه بتقول كده؟ لانه مفيش ما يجبد حد انه يخالف وما عندوش ميزه. اللي بيخالف ده ويخالف القانون ويعرض نفسه للمخاطر لازم يكون الميزه عاليه قوي. يعني اتكلم مثلا انه التداول على الرصيف مثلا، ما هو عايز يشتري. طب ما هو خلينا نقول هيبقى متاح داخل البنوك، بس خلينا نوضح مساله مهمه. هو النقد الاجنبي ده مش للتعامل داخل الاقتصاد. النقد الاجنبي ده عشان لو حد مسافر، حد عايز يفتح اعتماد، اهلا وسهلا، البنك بيتفاهم هذا وبيوفر. لكن حد ماشي معدي قدام بنك هيدخل يشتري 20,000 دولار؟ لا، في واحد عنده سلع ترفيهيه، في واحد عنده سلع تكميليه، في واحد لسه ما جاش الدور عليه، في ناس اضطرت لسبب او لاخر انها محتاجه لحصيله دولاريه. هو طيب، عنده اختيارين، يا اما يدخل بنك يلاقي دولار، يا اما يروح سوق الموازي. طيب، كل الطلبات اللي هتقدم للبنوك لها مبادرتها هيتم تلبيتها، لانه زي ما اشرت البنوك جالها دولار بسعر عالي لازم تتخلص منه في نقطه عاليه. المساله الثانيه في السوق الموازيه مش بس التداول، انا الحقيقه ما اهتمش قوي بالتداول. اللي يفرق معايا كتير جدا وده المحك والتحدي بالنسبه لنا الاكتناز. الدولار موجود في اماكن كتير جدا، صح، في البيوت، انا عايز اخرجه. الدليل على كده انه بعض الاشاعات قبل حتى ما الفلوس تتضخ نزلت سعره، وده اللي هناخد فيه فتره زمنيه. ليه؟ لانه التجربه شويه مع الناس، يعني لا، الناس تيجي تقول لك ايه، طب ما انا كان افضل لي ان انا اسيبه معايا. ودي هتاخد فتره زمنيه عشان الناس تبتدي تطمن، لا ده خلاص الدولار بقى موجود ومش هنرجع نعمل العمليه الجراحيه دي تاني. ففكره الدولار المكتنس في البيوت هتاخد مش اشهر، ممكن تاخد سنتين وثلاثة على ما الناس تبتدي تطمئن. على ما الناس تبتدي تطمئن مع استمرار العائد المرتفع على الدولار في القطاع المصرفي، وما تمناش انه ينزل. حتى لو الفدرالي الامريكي بدا ياخد خطوات تخفيض سعر الفايده، ما تمناش انه العوائل التخيليه بالنادي الاجنبي اللي موجوده في البنوك تتوقف على الاقل يمكن خلال سنه. علشان كل الدولار الموجود في البيت لما يلاقي فيه معدل عائد 7%، دي تجربه فعليه. في ناس سمعانا دلوقتي اشترت الدولار ب 65 جنيه تمام، وركناه عندها النهارده قيمته 50 جنيه وبالتاكيد. وفي ناس معاها دولار من السعر منخفض وما زال متخوف انه يتخلص منه فيندب عليه. فده كلتشر، ثقافه كده هنقعد عليها فتره زمنيه. لكن عايز ارجع تاني لنقطه الاسعار والتسعير والمواطن، لانه دي نقطه مساله مهمه جدا، وعايزين نفرق ما بين المنتج والمصنع والبيع والتاجر. لانه البيع والتاجر ده يوم بيوم، ساعه بساعه، لحظه بلحظه. لكن ما يتعلق بالمنتج والمصنع لا، حساباته مختلفه، لانه عمليه التسعير دي بتاخد فتره زمنيه، مش كل يوم بيسعر، ومدخلات التكاليف بتضايق. يعني عنده بند ممكن هو كان بيجيب الدولار ب 70، دلوقتي الدولار هيبقى 50 هينزل، لكن عنده بنود اخرى هترتفع، تكلفه التمويل هتزيد عليه، في عناصر اخرى هتزيد عليه. احنا في نقطه مهمه لازم نتكلم فيها في الحركه اللي تمت اليوم في سعر السطر. احنا عندنا سلع اساسيه واستراتيجيه كان بيتم تقييمها على ال 30 جنيه وال 31، بتكلم على بترول، بتكلم على كهرباء، بتكلم على القمح، بتخسر الدنيا كلها. مش بس كده، انه الحكومه هتبقى مضطره انها تاخد خطوات خلال فترات قادمه، وبالتالي التضخم مش متوقع هينزل في خلال شهرين ثلاثه، لا هناخد فتره زمنيه، انه الحكومه هتبقى مضطره انها تاخد خطوات في اطار اعاده ضبط لهيكل التسعير. وبالتالي وده هيبقى عبء كبير، لان احنا بنتكلم موازنه دعم الطاقه اللي كانت 130 نزلنا بيها ل 15 النهارده، هتتجاوز كانت 130، دلوقتي رجعنا تاني لرقم متوقع بعد ما حدث اليوم في سعر السطر. موازنه دعم الطاقه ممكن نشوف بقى 150 و180 لو ما حصلش اعاده تسعير بعد اخر. تمام. الحصه بتاعه البترول اللي باخدها من الشيك الاجنبي، فالحقيقه لا، في لسه في عناصر ضغط على التكاليف، وبالتالي فكره انه نتوقع انه بعد اللي تم اليوم ان الاسعار كلها هتنزل بعنف، لا ده هياخد فتره زمنيه. عظيم.